كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. خارج على برا وكان واحد مول الكونغو من الجهة ديال اليمن ضاوب الطاكسي في الجهة الاخرى ديال اليمن وبقى جروا معاه وجا ضربني انا وضرب واحد ترونسبور تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.